وجهت قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضربة جوية لقاعدة صواريخ سكود قرب قصر الرئاسة والحي الدبلوماسي في العاصمة اليمنية صنعاء صباح الاثنين، وقال سكان إن الضربة سببت انفجارا هائلا هشم نوافذ منازل، لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى. وضرب الانفجار قاعدة في جبل فج عطان قرب حي يضم القصر الرئاسي والكثير من السفارات الأجنبية. وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء أحمد عسيري الأحد أن العمليات الحالية تركز على مستودعات الذخيرة. تركز العمل خلال 24 ساعة الماضية على منطقة صعدة طبعا، صنعاء وأطرافها ومستودعات الذخيرة متواجدة فيها، واستهدفت في صنعاء بالذات خلال 24 ساعة الماضية مواقع تخزين الأسلحة البالستية. ويتهم عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران السعودية بالتخطيط للاستيلاء على اليمن وإخضاعه لهيمنتها. ووصف الحوثي عاصفة الحزم بالعدوان، وقال إن من حق الشعب اليمني التصدي له بكل الوسائل. وتقول السعودية إنها تدعم شرعية الرئيس هادي في مواجهة قوات الحوثي المتحالفة مع أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لكن معظم الجيش اليمني موال للرئيس السابق، وتقاتل قوته مع الحوثيين في معارك عبر جنوب وشرق اليمن، إلا أن انشقاقات القوات الشمالية الشرقية يرفع عدد الكتائب التي تدعم هادي، ويشير إلى إحساس متزايد في الجيش بأن قوة الدفع تميل لصالحه. جيهان لطفي، رويترز.